بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطح. أولا كنشكر جميع المتتبعين ديالي، وبفضل الله وفضلكم وصلنا ل 10,000 مشترك. لهذا كنشكر كل متتبع ديالي من إخلاص قلبي، وكنتمنى كي تعم هذه الزراعة المنزلية جميع الوطن المغربي والوطن العربي إن شاء الله، ويستفدوا جميع الناس في هذه الزراعة المنزلية ويجعلوا السطوح ديالهم جنة. هانتوما كتشوفوا هذا الخير، تبارك الله وبارك الله فيكم ويسر أموركم. وندير واحد الدرس اليوم كنهدي لكم، وهي قارورة ديال النعناع، تعمروها في المنزل ديالكم وتستفدوا فيها إن شاء الله. قوم معايا باش تتبعوا لي الفيديو إن شاء الله. بسم الله تبارك الله. عطيت السمان ديالنا واحد شوية ديال الربيع، السمان راه ناجح. قولي لي شي سؤال على السمان، يتفضل. اللي بغا يربي السمان في المنزل ديالو مرحبا بيه. نوريكم هاد القارورة اللي غنديرو اليوم إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هي هادي قارورة معدنية، كنهديها لكم، كنهديها لكم كامل المتابعين ديالي. هانتوما كتشوفو ديال النعناع، هادي غادي يكون عندك غير بالكون وتصوبها، أولا شرجم أولا سطح أولا شي حاجة وتستفد فيه. هذا شوف أنا أولا صفار كاع، أنا حيت أنا مكنقطعوش وطوال بزاف. شرف هذا غتبقى تستهلكو في المنزل ديالك، تقطعو هو اللي يخلف في هاد القارورة هادي. شوف ما شاء الله، شوف شوف مشاهدي الكرام، اليوم غادي ندير لكم هاد الدرس عليها، نوريكم الطريقة ديال باش نتعدلو هاد القارورة وديرو فيها خليط. هانتا شوف نبات العطرة ما شاء الله، شوف هذا غصن ديال نبات العطرة ما شاء الله، هو تجدر هنايا. كاين عندي النعناع بزاف، ها هو كتشوفوه، باش علاش مكنستهلك هذا. هذا درتو غير الديكور صافي. اولا اللي غنحتاجو، نحتاجو واحد القارورة على هذا الشكل هذا، شي قارورة ديال المياه المعدنية، ياك، ونطراسيوها بالفتر، نطراسيو هاد الطراس هادو، وغادي نتقبوهم إن شاء الله، ونملئوها بالتربة. نديرو فيها التربة ديالنا ونديرو فيها ونديرو فيها النعناع، ويستحسن نديرو فيها النعناع اللي فيه الجذور. هاد النعناع اللي فيه الجذور غتلقاوه في السوق عند مول النعناع، وصيوه كاع نتوما، وصيوه قول ليه عافاك بينا شوية النعناع يكون فيه الجذور، ولا عند الجيران ديالكم شي نعناع بحال هكا يكون فيه الجذور أحسن، لاقاش إلا درتي داك النعناع لاخر غادي يقدر يموت. هذا اللي فيه الجذور نوريكم الطريقة باش تزرعوه، نزرعوه في قارورة. غتجيبو شي 5 دراهم ديال النعناع وتصوبوه، وتصوبوا هذا المنظر هذا الرائع. يلا بقاو معايا باش نوريكم الطريقة إن شاء الله. بسم الله، كناخدو القارورة ديالنا، وكناخدو واحد الكواية أو المكواة ديال الضو، وكنتقبو كنديرو الثقوب على هذا الشكل. بسم الله، كنمشيو شوية ساهل، وكنمشي عاوتاني على هذا الشكل هذا، كنعمرو القارورة بالثقوب، نخلي واحد المسافة لتحت ديال التربة، كنظن العملية ساهلة. دابا لنا الثقوب ديالنا، غنملؤوها بالتربة، الآن كنملؤو القارورة ديالنا بالتربة، على هاد الشكل هذا، باش واحد، نملئوها بالتربة مزيان،
ونسقيوها. دابا ها القاروره ديالنا عامره بالتربه كيف كتشاهدوا، نسقيوها، نسقيو مزيان. من بعد النعناع ديالنا ها صوبناه وجدناه كيف كتشاهدوا، نبداو نخشيو في هاد الثقوب هادو. بسم الله توكلنا على الله، نخشيو في هاد الثقوب هادو على هاد الشكل، على هاد الشكل، ونعمرو القاروره ديالنا كامله. هاو فيه شويه الجذور، وكنقطعوا ليه هذا الراس لانه طويل، قطعوا ليه الراس يعاود يدير له مواد جديده على هذا الشكل. نستمر في العمليه حتى نعمروا كل شيء هذه القاروره هذه. ومن بعد نسكر عاوتاني واحد. يلا نكملها ونتواصل. القارورة ديالنا ديال النعناع هاي كملتها، هانتوما كتشاهدوها، وزدت فيها نبات العطرة بحال هاد الشكل نيت باش يشد هو. ودابا غادي نسقيوها ونخليها واحد المكان فيه الظل، ما نحطوهاش في الشمس، لحقاش حطيتيها في الشمس غادي تحرق لك، غتحرق النعناع، حطوها حتى الانبات الى غاية الانبات، عادي نحولوها للشمس. نسقيوها مزيان، كيخرج الماء من دوك الثقوب، كتشاهد مشا هاديك راه، هذا هو الشكل النهائي، شكل جميل، هانتوما الحمد لله. كنتمنى الفيديو يعجبكم، بارطاجيوه باش تعم الزراعة المنزلية جميع الوطن العربي، واللي عنده شي سؤال مرحبا به. وباقي الموعد ديال الزراعة ديال النعناع إلى غاية شهر 7، دابا نحطوها في الظل، ونتابعو إن شاء الله مع الفيديوهات، بقاو نشوفو الفيديو ديالها، من بعد عاوتاني نوريها لكم، نقدمها لكم. يلا، هادي لويزا، ما شاء الله فين وصلت. تا هي راه كاين الدرس ديالها ان شاء الله على طريقه الزراعه ديال اللويزه في المنزل، قريبا غادي نحطو لكم في القناه. واخيرا كنشكركم جزيل الشكر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.